هذا سوق العطارين. اشنو اسباب عدم عودة بعض المحلات الى السوق؟ والله نقص يعني بعض الخدمات مثلا السقائف، اهم شيء سقائف عندنا بهذا السوق. حتى عندك اي بيت او اي مكان ما ينسكن بدون سقف، يعني لا صيف نصيف ولا شتاء نشتاء. بالصيف البضاعه ما تتلف من الشمس، من الشمس. بالشتاء المطر ما نقدر نطلع بضاعه، يعني ساعه لحد احنا ما نقدر نطلع بضاعه، يعني مورا السقائف ماكو سقائف. باقي المحلات ما مفتحين لان رخص الخدمات. اقول لك السوق اذا ما يكمل ما نرجع. تحتاج متابعه من الدوله. اي طبعا طبعا. والله اهم شيء الخدمات. متابعه. مين المتابعه؟ متابعه من المسؤولين. دائما المفروض يجون يزورون السوق، ايش يحتاج ايش ما يحتاج، لان هذا السوق مدمر فيحتاج متابعه. كل من عنده ضرر يعوضوه يرجعوه. والله شويه الخدمات، السقايف مال السوق، النظافه، لازم تكون النظافه موجوده بالسوق حتى الناس ترجع على محلاتها ترجع تفتح. والله السقايف ما سقايف، الارضيات، الشغلات هاي تاثر علينا طبعا طبعا. وهاي متوفره من تتوفر هذه اعتيادي الكل ترجع على محلاته. هاي من ضمن الخدمات طبعا. والله كثير اسباب، هي كثير اسباب. بالنسبه للسقيفه هسه ضروريه عندنا من الشمس والمطر. بالنسبه عندنا يعني هاي سنتين ونص احنا تحررنا من داعش وانتهت. زين ليش ما احالوا كل شيء بهذاك الوقت؟ يعني خلال شهر كان ممكن احاله مثلا جامع الكبير ومصرف الرافدين والشوارع وغير اشياء، كان هسه كلها خلصت. هاي خدمه ضروريه. ليش تجي العالم غير بشوارع؟ زين علاش تجي العالم اذا ما عنده شغل بالسوق؟ يجي يشتري مني ربع كيلو، يجي من تالي ديني على مود ربع كيلو او نص كيلو، وباب محله وباب بيته وكل شيء اكو، ما يجي. بس لما ينجبر اكو دوائر حكوميه وتفتح يجي من ينجبر. يعني ابسط شيء هذا مصرف الرافدين، هسه الافات الزبائن كان جت علينا هاي سنتين ونص، كان هسه خلص. هذا جامع الكبير بينه الف فرصه عمل هسه، كان اجيب حصرا عمال تشتغل بينه من القديمه، يصير شغل دوشة على ما يصير، يجي يشتري مخضة ويجي ينزل على السوق وينزل على الشغل. أشياء يعني الشوارع يعني تمام يشترون، بس جدا بطيء. هذا شارع السوق الشعارين ولا الفاروق ولا خزرج، هذا جدا مهم. هذا جمع لغوات واجهة، اللي يجي من الأيسر على الأيمن يشعه خرابة. ليش ما يشعه مرتب واجهة هذا للسوق؟ يعني تمام رجعوا السميكين، بس السميكين رجعوا ينراد مخضر، ينراد دوائر مال الجباية مثلا، أو دوائر يعني يحتاج المواطن العادي حتى هذه. يعني هذا يجون علينا وكلاء مواد غذائية، يجون علينا جماعة القروض. وثانيا على شغلة أنت تقول ليش ما يعملون المحلات، أشياء كثير تمنع أهل المحلات من العودة. ما بس أنه ماكو شغل، لا، أكو من ما عنده يصرف على محله، أكو من صرف علينا بالدين. وهاي شغلة التعويضات شغلة تعبانة، يعني عجزونا. أنا هاي سنتين بيها وليسه ما خلصت. أنا عندي بيت انهدم هوني يعني مخزن، وعندي هذا محل انهدم، وهذا صار فحم هسه لو أشعك صوره وكله أعدتونه بفلوس كثيرة. يعني ممكن أكو حل أهم من القروض، أهم من هاي مالت التعويضات، حل سريع. بنك بضمان السند، بضمان الملك، يعطي تعويض للتاجر. التاجر راحت امواله بيش يشتغل؟ المفروض يعوضونه بضمان محله او بضمان بيته سند، واعطينه قروض بدون فائده. اكد عليها بدون فائده، لانه احنا اهل الموصل هاي مال فائده، نحن عندنا حساسيه من الكل يعرف، ما حد يقبل ياخذ اي قرض ربوي. فنحن نحتاجها، يعني نحتاجها الى انه يعطونا قروض يمشون شغلنا، وبعدين يسحبوها مننا. يعني ما راح يروح لهم شيء، هي ما يروح لهم شيء، راح ترجع لهم على شكل اقساط وحسب ما يريدون.